السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على قناة يومية تقني مغربي، تحت طلب كثير من متابعي القناة، يعني سنرى في هذا الفيديو، فسأقوم بشرح ربط ثلاث شاشات خاصة بهيكفيزيون بطريقة مفصلة ومبسطة إن شاء الله. أولا نقوم بكتابة الرقم السري الخاص بالجهاز. هذا الرقم السري لا يجب نسيانه ويجب تذكره دائما. نقوم بالضغط على أوكي. هنا نختار اللغة الفرنسية، ثم نضغط أوكي. هنا نقوم بتعديل الـ IP address، نكتب 192.168.1.50 192.168.1.50. نقوم بالضغط على هذا الكيبورد ونقوم بتغيير الباسريل 192.168.1.1. هذا الباسريل الخاص بالراوتر، ثم نقوم بالضغط على سويفون أو التالي. يجب عدم تفعيل خانة دي أس سي بي، نترك الـ IP ثابت، نضغط على سويفون. هنا هذه الشاشة هي الشاشة الأولى أو الشاشة الرئيسية المشبوكة أو المربوطة مع الكاميرا الخارجية، فنترك ستاسيون انتيريور إيطاج واحد نيميرو اتصال واحد. هنا مود باس دو سيب، أضغط عليها وأقوم بكتابة نفس الرقم السري الذي كتبته سابقا وأقوم بالضغط على أوكي، ثم أضغط على سويفون. هنا يقول لي الكاميرا الخارجية غير مفعلة إنكتيف، أضغط لتفعيلها بنفس الرقم السري الذي قمت بكتابته على شاشة الانتركوم. الآن الرقم السري الخاص بالكاميرا الخارجية هو نفس الرقم السري الذي فعلت به الشاشة عند أول الفيديو. وهنا عندما نقوم بتفعيل الكاميرا الخارجية نضغط على الإعدادات ونقوم سأرجع نضغط على الإعدادات، هذه العلامة الزرقاء، ونقوم بتعديل الأدرس إي بي، نكتب 192.168.1. قمنا بإعطاء الأدرس 150 لهذه الشاشة، نعطي مثلا 140 للكاميرا الخارجية، ثم نضغط على آخر خيار ونقوم بكتابة الباسريل الخاص بالراوتر الموجود عند العميل كالتالي. العميل عنده ADSL 12 ميجا خاصة، فالأدرس IP هو 192.168.1.1 على هذا الشكل. نقوم بعمل أوكي ونقوم بعمل تغميني. هنا عند تفعيل الكاميرا بعد دقيقة يعطيني الرمز SEP. ندخل هنا إلى الكاميرا، نضغط على ستاسيون، فنلاحظ الكاميرا الخارجية. يمكنني الضغط هنا لأتكلم، كما يمكنني أن أفتح الباب مباشرة عند الضغط على الزر الأزرق. الآن سنمر إلى تركيب شاشة ثانية مع النظام. هنا قمت بتركيب الشاشة الثانية، ننتظر الدخول إلى النظام. هنا سأقوم بعمل شاشة ثانية تابعة للشاشة الموجودة تحت أو الشاشة الأولى. نقوم بكتابة نفس الرقم السري، نقوم بإعادة كتابة الرقم السري مرة أخرى، نقوم بالضغط على أوكي. هنا نختار اللغة الفرنسية، ضروري أن نكتب نفس الرقم السري في جميع الأجهزة الموجودة عند العميل. لا نقوم بتفعيل هذه الخاصية الخاصة بالـ DHCP. الـ IP Local قمنا بكتابة 192.168.1.150 للشاشة الأولى،
وأعطينا 140 للكاميرا الخارجية، نعطي 151 لهذه الشاشة. نقوم بالضغط على الكيبورد أو اللوحة، ثم نضغط على آخر اختيار الذي هو الباسريل، ونقوم بكتابة 192 نقطة، 168 نقطة، 1.1، ونضغط OK بهذا الشكل، ثم نضغط على سويفون. هنا نقوم بالضغط، لا نترك الخيار ستاسيون انتيريور كما هو مبين، نضغط ونقوم بعمل اكستنسيون انتيريور روم واحد، نترك كل الخيارات، نقوم بكتابة المود باس أو الرقم السري، هنا نفس الرقم السري، نعيد كتابته ونقوم بعمل تأكيد، ثم نضغط على OK. هنا نقوم مباشرة بالضغط على سويفون. هنا يقول لي هل تريد هذه الشاشة، هل تريدها أن تتبع للشاشة الأولى 150؟ أقول له نعم، أضغط على هذا الخيار لتصبح هذه الشاشة تابعة للشاشة الأولى. أضغط على سويفون، مباشرة سأرى هنا علامة شاشة وعليها علامة صح بهذا الشكل، يعطيني بأن هذه الشاشة تم تفعيلها مع الشاشة يعني الأولى، ويمكنني كذلك التحدث هنا، ويمكنني فتح الباب من الشاشة. وهنا نجد اكستنسيون قد كتبت على الشاشة الثانية، ولدي علامة الشاشة عليها علامة صحيح هنا بهذا الشكل. الآن سنقوم بتركيب الشاشة الثالثة. الآن الشاشة الثالثة، ننتظر أن يقوم النظام بالاشتغال. الآن سندخل الرقم السري كما قلت، وأقوم بإعادة كتابة الرقم السري مرة أخرى، أضغط على OK، ثم أختار اللغة الفرنسية Next. هذا الأدريس IP لوكال بمثابة اسم الجهاز، فعندما أكتب مثلا 192 168 1 152، فهذا الأدريس كله يصبح كاسم، أعطي اسم لكل شاشة. هنا أقوم بكتابة الباسريل أو الجيتوي الخاص بالراوتر الخاص بالإنترنت بهذا الشكل، 192 168 1 152، وتحت نكتب 192 168 1 1 بهذا الشكل، ثم أضغط على سويفون. هنا لا أتركها ستاسيون انتيريور، أقوم بكتابة اكستنسيون انتيريور، لأن الشاشتين سيكونان تابعتين للشاشة الرئيسية. وهنا أقوم بكتابة الرقم السري كالمعتاد، وأقوم بإعادة التأكيد، ثم أضغط OK. هنا أكتب رقم 2، لأن لدي الإكستنسيون رقم 1 ولدي الإكستنسيون رقم 2. أضغط هنا على سويفون وأختار أن هذه الإكستنسيون تابعة للشاشة الرئيسية التي هي 192 168 1 150، وأضغط على تيرميني. مباشرة ستعطيني شاشة بعلامة صح تؤكد لي بأن هذه هنا إكستنسيون 2 تابعة للشاشة الرئيسية، وسأدخل وسأرى الكاميرا الخارجية، يمكنني التحدث من هنا، ويمكنني فتح الباب من الزر الخاص بالقفل أو بفتح الباب.